السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله درس جديد من صفحة رقم 68 من كتاب المفيد في الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، درس رقم 13 القوى 2 و 3. إذن ننتقل لنبحث جميعا. نلاحظ الجدول ثم يعني نلاحظ هذا الجدول هذا اللي أمامنا ثم نجاوب على هذه الأسئلة. نكمل كما في المثال، هنا عندنا 36 كتساوي 6 أس 2، يعني فينا هنا 36، عندنا 36 هي هذه. هنا عندنا المربع كاري، يعني هنا عندنا العدد من عطاونا من 1 حتى 10، وهنا عطاونا المربع يعني هذا مضروب في نفسه، يعني جوج في جوج هي 4، يعني المربع والكاري صدر المكعب يعني كوب هي 4 أس 2 هي 8. إذا هنا عطاوني 36 كتساوي 6 أس 2. هنا 125، لاحظوا الجدول فين 125 هي هذه. إذا 125 هي 5 أس 3، يعني 5 في 5 هي 25، و 25 أس 2 هي 125. إذا هنا غنديرو 5 أس 3، ها هي مربع والمكعب، يعني هذيك 5 مكعب. هنا عندنا 16، لاحظوا الجدول فينا هي 16 هي هذه. 16 هي شنو؟ هي 4 أس 2، هي 4 مكعب 4 أوكار. 343 هي هذه، هي 343 هي 7 أس 3، هي 7 أس 3، لأن هنا في المربع عندنا هي 7 أس 7، 7 أس 7 هي 7 في 7، 7 في 7 هي 49، و 49 أس 2 هي 49 في 49، إذا هي 343. هنا 100، فين كنلاحظو عندنا 100؟ 100 عندنا هي هنايا، إذا هي 10 أس 2، هي 10 أس 2، يعني 10 كاري. عندنا 729 هي هادي، 729 إذا هي 9 أس 3، 9 أس 3 لأنها المكعب. ننتقلوا لسؤال باء، نفكك ونكمل. إذا عطاوني هذه 216، فين ها هي 216؟ هي 6 في 6 في 6 3 المرات، قلنا أس 3 هي 6 في 6 في 6 هي 6 أس 3. هنا عطاوني 49، فين 49؟ هي هذه 49، إذا هي 7 في 7 هي 7 أس 2، لانها مضروبه في نفسها جوج ديال المرات. هنا عطاوني عاوتاني كذلك 512، فين عندي 512؟ هي هذه، اذا هي 8 في 8 في 8 3 المرات، 8 في 8 في 8 كتساوي 8 اس 3، لحقاش 8 معاوده 3 المرات، 8 مضروبه في نفسها 3 المرات. عندنا 64 هي هذه، ها هي 64، 64 هي 8 في 8، 8 في 8 كتساوي 8 أس 2. ننتقلوا دابا للجيم، نجري العملية في الدفتر ثم نتمم. إذا هنايا شنو عندنا؟ عندنا 1 أس 3 هي كتساوي هي 1 في 1 في 1 3 ديال المرات، زائد هذا بوحدو، زائد 9 أس 2 أي 9 في 9 جوج ديال المرات، كتساوي 1 في 1 هي 1، 1 في 1 حتى هي 1، إذا هنا عندي 1 زائد 9 في 9 هي 81، أو 81 زائد 1 هي 82، هذه هي النتيجة. نمر للعملية الموالية، 8 أس 3 زائد 7 أس 3، هذه اش كتعني ليا؟ كتعني أن 8 في 8 3 المرات، زائد 7 في 7 7 3 ديال المرات كذلك. هنا عندنا 8 أس 3 هي هذه، هي 512 زائد 7 أس 3 هي 343، 343 النتيجة غتعطيني هي 512 زائد 343 هي هنا 5 5 هنا 8، إذا هي 855، هذه هي النتيجة. نمرو اللي بقى لينا، بقات لينا 5 أس 2 زائد مضروبة جوج أس 3، تركزوا معايا هنايا، هنا قبيل عطاوني زائد زائد ودابا هنا عطاوني الضرب، حتى هنا عطاوني الضرب، إذا هي تساوي هي 5 في جوج، أعتذر 5 في 5 مضروبة في جوج في نفسها 3 ديال المرات في جوج. هنا 5 في 5 عطاوها لينا هنايا هي 25، 25 مضروبة في 3 أس 3 هي هذه هي 8،
8. 25 في 8 هي 25 ضرب في 8، 8 في 5 40، 8 في 2 16 زائد 4 هي 20. اذا هنا هي 100. الجواب ديالنا هو 100. اما بالنسبه للاخر قوه عندنا هي 10 مضروبه في 10 اس 3 مضروبه في 9 اس 3 كتساوي 10 اس 3 هي 10 في نفسها 3 ديال المرات، هي 10 في 10 في 10، و 9 اس 3 هي 9 في 9 صدر هنا ما كفاتنيش مساحه في 9 يعني جوج ديال المرات. هنا 10 مكعب هنا الا لاحظنا في الجدول هي هذه، ها هي 10 هنا اس 2 هنا اس 3، اذا عندنا هنا هي 10 هي 1000 اعتذر هي 1000 مضروبه في 9 9 اس 3 هي 729 729. اذا هنايا غتعطيني هي 729 1000 729 1000. هذا هو الجواب نتاع هاد 10 اس 3 مضروبه في 9 اس 3. حتى كنكونوا انهينا لنبحث جميعا، نمروا للتمرين رقم 1 من هذا الدرس. احيط التفكيك الصحيح لكل قوه. اذا 10 اس 2 حنا كنعرفوا ان هاد القوه هي نتيجه ضرب ذلك العدد في نفسه عده مرات، يعني هاد القوه هي نتيجه ديال ضرب العدد في النفس ديالو عده مرات. هنا مثلا 2 او 3 او 2، اصلا حنا في هاد الدرس عندنا القوى ديال 2 و 3 فقط. اذا 11 في 2 لا، 11 زائد 2 حتى هي لا، 11 في 11 نعم صحيح. هذا هو اللي كيعبر لنا على هاد 11 اس 2. هنا عندنا 14 اس 3، هنا عطاني 14 في 14 جوج المرات لا، حيت هنا عندي اس 3، هنا عطيني 14 في 14 في 14، اذا هذه هي الصحيحه. وهنا عطيني 14 في 3 لا، حتى هنايا خطا، لان كيف قلت لكم هو نتيجه ضرب العدد في نفسه عده مرات ماشي في اعداد اخرى. هنا عندنا 20 اس 2، هنا 20 في 20 هذه صحيحه، 20 زائد 20 خطا، 20 في 2 حتى هي كذلك خطا. تمرين رقم 2، احيط القوه المناسبه لكل بطاقه اذا وجدت. هنا عندنا الاعداد مفككه، هنا العكس ديال هذا التمرين، هنا عندنا اعداد مفككه وحنا خصنا نقلبوا على الاس ديالها. هنا 13 في 13 في 13، واش هي 13؟ واش هي 13 اس 2 لا، هي 13 ثلاث مرات، اذا هذه هي القوه نتاع هذا العدد نتاع هذا الاعداد اعتذر. هنا 15 في 15 واش هي 15 خطا؟ 15 اس 2 صحيح، 15 في 2 خطا. هنا عندنا 40 زائد 40 زائد 40، هنايا ما عندناش هو عباره على قوه، اذا عندنا الجمع. اذا فراغ 40 مضروبه في 3، هذا هو الجواب نتاع هذه 40 في 3 وماشي 40 اس 2 ماشي 40 اس 3. وهكذا كنكونوا انهينا هذه الصفحه رقم 68 من هذا الدرس نتاع القوى 2 و 3. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان واستفدتوا، والى فيديو قادم ان شاء الله.